إدارة اتحاد الكرة بالإجماع على إحالة السيد كرم كردي إلى التحقيق، وستتخذ إجراءات التحقيق غدا الخميس، والقرار بإجماع الأعضاء لرفضهم التعامل مع العضو المذكور لسابق قيامه بمهاجمتهم دوما في وسائل الإعلام المختلفة. وبيقولوا ما تشمياش المرة الأولى، قبل كده كان في جريدة المصري اليوم والأهرام المسائي، وكان كل مرة بيقول مش أنا، كل مرة بيقول مش أنا. آخر مرة بقى كان عمود بتوقيعه اللي أنا اتكلمت طبعا عليه امبارح. أتمنى إن الناس تعتبر مفيش مشكلة أبدا إن أنت تكون معترض، مفيش مشكلة أبدا.